والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، لازلنا في الكلام عن الضروريات الخمس، وقد تقدم الكلام عن الدين وعن العقل وكذلك النفس، وبقي الكلام عن العرض والمال. ونوجز الجمع بينهما في هذه المحاضرة التي نسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بها. ولا شك أن العرض من الضروريات الخمس التي جاء الإسلام للمحافظة عليها. فإذا نظرنا في أن الإسلام يعزز ويقوي الفطرة في الناس في المحافظة على الأعراض، ومن ذلك الحث على الزواج، الحث على الزواج كما في أدلة كثيرة، بل في مقتبل العمر وأوله: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للطرف أو أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. والوجاء يعني الخصاء، يعني بمثابة الخصاء الذي يمنع الشهوة. فالإسلام جاء بالأمر بالزواج، بل جاء في الحديث الذي صححه جمع من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم نرى للمتحابين مثل النكاح، لم نرى للمتحابين مثل النكاح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. ثم بعد، أن نبو شيخ شيخ عبد الله عبد الرحمن الميسان may God preserve him before us. He started with praising Allah subhanahu wa ta'ala, sending the peace and the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala unto the Messenger sallallahu alayhi wa sallam. Furthermore, he said we are still in the discussion regarding the five necessities, and that Islam came to protect. And we already mentioned what is regarding the religion, the life, and the mind. And we still have the discussion regarding the honor and the wealth. And we will summarize and combine between them in this lecture, which we ask Allah subhanahu wa ta'ala to make it beneficial to all of us. And one, there's no doubt that the honor is one of the necessities, the five necessities that Islam came to protect. And if we look, we find that Islam strengthens the natural disposition and the natural belief that the people have in regards to protecting their honor, protecting the honor in general. And from that is the encouragement of marriage, as we find in many evidences. Furthermore, that one should attempt and try to get married at a young age. As the Messenger sallallahu alayhi wa sallam, he said, all young men, all young people, men and women, whomsoever is able to get married, then let him do so. For it protects his, for it is easier and will be better for him to protect his chastity and to lower his gaze. And if he's not able to, then let him fast, for it reduces his desire. So Islam came with the command to get married. Furthermore, we find that in the statement of the Messenger sallallahu alaihi wasallam that many of the people of knowledge great that it is authentic, is the statement of the Messenger sallallahu alaihi wasallam that means that we did not see for two who love one another anything better than getting married. كما أن أيضا الإسلام جاء يهذب الزواج والنكاح، وجعل له أصولا وضوابط
مراعاة للمحافظة على الأعراض، وأن لا تكون الأعراض لعبة في أيدي الناس وأمرا يكون سهلا في الدخول فيه والخروج منه، بل جعل لذلك أصولا، أولها البحث عن من كان ذا خلق ودين، ومن كانت ذا خلق ودين فاظفر بذات الدين تربت يداك. لماذا؟ لأنك تريد بذلك تأسيس أسرة وعائلة طيبة. فمن المحافظة على عرضك وأبنائك أن تختار هذه الأم الطيبة التي تقوم بذلك حق القيام وتخاف وتخشى الله عز وجل. ثم أيضا جعل لذلك الرؤية الشرعية بعد أن تعرف وتتعرف على دينها وتتعرف عن أهلها وأنهم ذا دين، فإنك تنظر أيضا إلى ما يدعوك إلى نكاحها. فأباح الإسلام النظرة الشرعية، والنظرة الشرعية في أصلها يعني أصل النظر حرام، ولكن لماذا أباحه الشارع الحكيم؟ لأجل الديمومة، لأنها سبب لمصلحة عظمى، هي مفسدة قليلة في بحر المصالح العظيمة التي سببها استمرار النكاح. فالرجل إذا ما رأى المرأة فإنه قد يفارقها بمجرد رؤيتها، لأنه يرى فيها شيئا ما رآه. ولذلك الشارع الحكيم بين أنه ينظر إلى ما يعجبه منها، فإن ذلك أحرى أن يؤدم بينهما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذه من قال العلماء هي مفسدة يسيرة في بحر المصالح العظيمة، وهي الديمومة والاستمرار. وهذا من حسن هذه الشريعة، من حسن هذه الشريعة. نعم. And also we find that the religion of Islam, it establishes and perfects the way of marriage and getting married and the steps towards that, and we find that it finds and establishes principles and foundations upon which this marriage is established, and from that is, and that is all in protection of the honors, so that it is not a game that people play. They quickly enter into getting married and quickly exit from marriage, and rather we find that there are benefits and there are ways and principles and foundational principles upon which marriage is established. And from the first of those is to look for the one with a good religion and good manners, both from both sides, from both spouses, both the husband and the wife. As the Messenger sallallahu alaihi wasallam, he said, "You can get married to with the one who has a good religion, otherwise you will be in regret, or you will be at loss." And that is because you want to establish a good family, a good righteous family that is steadfast upon the religion, one that would protect your honor and protect your children. So you choose the woman who fears Allah subhanahu wa ta'ala in regards to you and in regards to raising your children, one who has piety, who fears Allah subhanahu wa ta'ala. And after that, in regards to those steps after the selection of the proper and the correct and the suitable spouse, is the legislative look that Allah subhanahu wa ta'ala permitted after one comes to know the religion of the woman he is trying to get married to and her family and their steadfastness and their that they are good, that Allah subhanahu wa ta'ala legislated
that one looks at the woman in a proper way and in a correct way, in a way that encourages him and makes him choose and want to get married to her. Originally, of course, looking at a woman who is not a close relative is impermissible. However, because of the great benefit that comes by way of one who wants to get married and in looking at the woman he wants to get married to, because of the great benefits in that, the prohibition of looking at a woman is removed, because it is small. It is a small harm in comparison to the great benefits that come by way of a man looking at the woman he wants to get married to, and vice versa. And from that is that they remain together. As the Messenger sallallahu alaihi wasallam, he mentioned in regards to looking in that proper sight and looking at the woman that one wants to get married to, that it is a reason for them to remain together. And this is from the beauty of this religion. كذلك من المحافظة ومحافظة الإسلام على الأعراض أن المرأة لا تزوج نفسها. أن المرأة لا تزوج نفسها لماذا؟ لأنها تحتاج إلى من يقوم عليها فينصح لها، وكذلك من يعرف الرجال، والرجال يعرفون الرجال، ولضعفها راع أو روعيت لضعفها، هناك ضعف في المرأة، وهذا شيء فطري، وخلقها الله عز وجل بذلك الضعف لتكون ملائمة لقوة الرجل، ولو يعني خلقها بقوة وشدة لما استطاعت أن تبقى مع الرجل، لأن الشدة من الجهتين لا يكون بذلك ديمومة الحياة. فالله سبحانه وتعالى جعلها سكن، وكذلك فيها من الرحمة ولين الجانب أكثر من الرجل حتى يلائم، وهذا يعني من خلق الله سبحانه وتعالى والعظيم. فإذا المرأة لا تزوج نفسها، ولكنها ليس معنى لا تزوج نفسها أي أنها تغصب على أن تتزوج من لا تريد، بل جاء استئذانها، وهذا من تمام العدل أنها لها ولي، وكذلك تستأذن وتستأمر. إن كانت بكرا فإنها تستأذن، فإنها تستأذن وإذنها صماتها مراعاة لحيائها، ولأنها لم تجرب قبل ما تزوجت. وأما الثيب فإنها لابد أن تقول نعم أو لا، ولا ينفع صماتها، وذلك لأنها قد تزوجت، قد جربت وعرفت وتعرف مصلحتها، فإذا لابد من أن تنطق. وهذا كله لحماية الأعراض. قد جاءت امرأة تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن أباها زوجها وهي غير راضية، زوجها من لا تريد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرك إليك، إن شئت بقيت وإن شئت تركت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل أمرها إليها، تريد أن تبقى أو أن تتركه، وهذا من تمام العدل ومن حفظ الله عز وجل الأعراض، لأن الأصل في أن الأعراض تحترم ولا يجوز إفسادها ولا يجوز انتهاكها. فالإسلام جاء ليراعي هذه الأعراض. ومما ينبغي أن يذكر أيضا أن الله عز وجل جعل هذه أن الزواج والطلاق من الأمور التي فيها الجاد والهازل سواء، يعني الطلاق والنكاح الهازل فيه كالجاد، لأن ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، ومن ذلك النكاح والطلاق والعتق. فهذا يدلنا على أهمية الأعراض
وأنها لا يصلح فيها الهزل، وكل ذلك حماية للعرض والشرف، حماية للعرض والشرف، كما شرع الله عز وجل الغيرة، وأن الغيرة من تمام الرجولة، وبين سبحانه وتعالى غيرة الصحابة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم غيرة سعد ابن أبي غيرة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قال: أتعجبون النبي صلى الله عليه وسلم من غيرة سعد؟ والله إني أغير منه والله أغير منا. فالغيرة أيضا على المحارم هذه من حماية الأعراض، والإسلام حث على الغيرة، ولكنها الغيرة المنضبطة بالشرع دون الغيرة التي قد تحدث من الوسوسة ومن بعض الأمور التي يكون فيها التشكيك والشك، وهذا لا يجوز. Also from the protection of the honors is that the woman does not give herself in marriage, and rather that she needs a guardian, a male guardian. And this is because the men, they know the men. The men know the men. And also that the man is strong, whereas the women are weak. And this is the way Allah subhanahu wa ta'ala created them. That the women, they have weakness, and the men have strength. And this is... العاطفة في النساء أقوى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني أكثر من يتبع الدجال من النساء. نعم. And meaning that the women they وأكثر أهل النار النساء كما جاء في الحديث تصدقنا وأكثر من صفة إني رأيت أكثر كنا من أهل النار. نعم. And this is because the women and from their weakness is that they are emotional. They follow their emotions. For this reason, the Messenger صلى الله عليه وسلم he warned and he mentioned that most of the followers of the Dajjal, the Antichrist, is from the women, and the most of the people of the Hellfire are from the women, and so that is because they are emotional and they have their weakness. And this is the way Allah Subhanahu wa Taala created them, and with this is the perfection in the religion of Islam, and also the perfection and the correctness of the family, that you find strength with weakness, and they come together. If the woman had strength and was strong, just like the man, then they would not be able to remain together. And it will be quickly that they will depart and leave one another. And so Allah subhanahu wa ta'ala, He made the women in a way that befit them, and He made the men in a way that befit them. So the woman, she does not give herself in marriage. And at the same time, we should understand that that does not mean that she is forced to get married to anyone that she does not like or does not want, and rather that she is asked. And as for the woman who has not been married before, a young girl who hasn't been married before, then by her remaining silent, that is her approval in regards to marriage. And that is because of her shyness, that she has extra shyness. The girl who hasn't been married before, she has this extra shyness, and that is something that Islam paid attention to. That if she remains silent regarding a specific marriage proposal, that is her approval. Whereas a woman who has been married before, then she has tried getting married, and she knows the men, and she understands, and she usually is stronger. So she needs to approve and to speak and to say her approval. And if a woman she came to the Messenger sallallahu alaihi wasallam, and she complained that her father, he gave her a marriage without her approval. And the Messenger sallallahu alaihi wasallam, he said, your matter is up to you. If you want, you remain with him, and if you want, you leave. And that is from the perfection and that is of this religion, and from the justice in this religion, and also from the protection of the honors, because the honors are protected in this religion, in the religion of Islam. Also, we find that from the protection of the honors in the religion of Islam is that the matters of marriage and divorce are no joke. The joke, if one jokes or is serious when he speaks about these matters, then they are considered to be valid speech. There is no joking around in this matter. The Messenger sallallahu alaihi wasallam, he said, there are three things
that joking or speaking in seriousness regarding those three things is considered to be valid and is considered to be a serious matter. That it is a binding statement. And the Messenger of Allah, he said they are marriage, divorce, and freeing a slave. And also, from the protection of honors in Islam is jealousy. And that we find that jealousy is something that is legislated. And we find that the companions, may Allah be pleased with them, they were jealous. The jealousy of the men towards their female, their wives and their daughters and their female relatives. This is something that is legislated. The companions, may Allah be pleased with them, they had jealousy over their women. And the Messenger of Sallallahu Alaihi Wasallam, he said, are you amazed with the jealousy of Sa'd? Sa'd ibn Abi Waqqas radiallahu anhu. He said, indeed, I am more jealous than he is. And Allah is more jealous than both of us and than all of us. So this is something that Islam came to establish. However, it is the controlled jealousy, not jealousy that is based upon doubts and evil thoughts. No. ومما يدل على حفظ الإسلام للعرض أن من قتل دون عرضه فهو شهيد. أن من قتل دون عرضه يحمي عرضه ويدافع عن عرضه فإنه يكتب عند الله بأنه شهيد. And also from the protection of Islam to the honors is that the one who dies in protection of his honor, then he is considered a martyr. كما أن أيضا من حفظ الأعراض عدم إفشاء السر الذي يكون بينهما. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من أشر الناس عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. يعني يكون منه أمور إليها وتكون أمور منها من الأمور التي لا ينبغي أن يطلع عليها أحد ثم يخبر عن السر الذي يكون بينهما. هذا من يعني مقام عياذا بالله من أشر الناس يوم القيامة. And from the protection of honors in Islam is the prohibition of revealing the secrets between the husband and the wife. The Messenger Sallallahu Alaihi Wasallam, he said, from the worst of people on the Day of Judgment is a woman or is a man, or is a man and a woman that they sit together, meaning a husband and wife, and they sit together, and then he goes and exposes her secrets to the people. And this is they are from the worst of people on the Day of Judgment, meaning revealing the secrets that are between husband and wife. ومن ذلك أيضا أن الله عز وجل بين في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم على لسان النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون معاملة الزوجين بعضهم لبعض، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وما يتعلق بأن لا يفرك مؤمن مؤمنة، أي لا يبغض مؤمن مؤمنة، إن أحب منها خلقا أو كره، إن كره منها خلقا رضي منها آخر، وأمور كثيرة متعلقة ليس مكان بسطها هذا المقام، ولكن أمور كثيرة متعلقة ب الأخلاق بينهما بين الزوج والزوجة من الآيات ومن الأحاديث حتى بعد الطلاق ما يتعلق بحفظ العرض وأن لا تتكلم عنها بشيء وأن لا ينبغي أن تنسى الفضل ولا تنسوا الفضل بينكم. وهذه الآية في آيات الطلاق، ولذلك قيل إذا كان لا ينسى الفضل بعد الفراق فكيف ينسى الفضل وقت الوفاق؟ إذا كان لا ينسى الفضل بعد الفراق فكيف ينسى الفضل في وقت الوفاق؟ نعم. And also from that is that which Allah subhanahu wa ta'ala made clear in the legislation, both in the Quran and the statements of the Messenger sallallahu alaihi wasallam, in regards to how husband and wife are supposed to deal with one another and treat one another. As Allah subhanahu wa ta'ala said in the meaning of the verse, so either he holds on to her upon good, or he lets her go upon good in regards to the wife.
and also that one should pay attention to the good things that his wife has. As the Messenger sallallahu alaihi wasallam, he said that a believing man should never hate a believing woman. If he dislikes something that she has, he likes something else. He likes other characters that she has. And there are many things that we find, which of course time does not allow now to mention all of them, but in regards to how the manners and the character and how the husband and wife are supposed to be to deal with one another, even after if they become divorced, even if he divorces her, that he is supposed to still remember the rights that she has over her, and the duties that he has towards her and her rights, as Allah subhanahu wa ta'ala said in the meaning of the verse, and do not forget the rights upon one another. So some of the people of knowledge, they said, if this is in regards to the rights that they have one over one another after they are divorced, because this verse is regarding after they are divorced, how about if they were together and upon marriage? وقد جاء أيضا ما يدل على تحريم تخبيب المرأة على زوجها, تخبيب المرأة على زوجها, إفسادها على زوجها, وجاء فيه لعن الله من خبب امرأة على زوجها, وهذا حفظ للأعراض, حفظ للأعراض. كما أيضا أنه جاء ما يدل أيضا على السعي في الإصلاح بينهما, وأنه يكون حكم من أهله وحكم من أهلها, إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فالأصل هو الإصلاح بين الزوجين وعدم تفريق الزوجين, ومن جمع بين متحابين إلا جمع الله له بين من يحب كما جاء في الأثر. فكل ذلك حماية للأعراض, كل ذلك من حماية الأعراض. وكذلك تحريم سفر المرأة لوحدها بدون محرم ولو كانت مع نساء, فإن النساء لا يكونون محرما للنساء, وإنما يرتفع بالنساء الخلوة, يرتفع بالنساء الخلوة. وأما السفر فإنه لا بد من محرم, ولا يشترط المحرم في الحضر, وإنما يشترط إذا كان هناك رجل ألا تكون هناك خلوة, ما اختلى رجل بامرأة إلا كان شيطان ثالثهما. وأما السفر لا بد من محرم, والمحرم لا بد أن يكون مميزا, لا بد أن يكون مميزا, يعرف الخطأ من الصواب. ليس الطفل يعتبر محرم, لا بد أن يكون, يعني العلماء قالوا لا بد أن يكون بالغا, لا بد أن يكون بالغا. والخلوة قد ترتفع بالمميز, يكون معها ولدها لكنه يميز الخطأ الصواب العيب الشيء الذي يعني هذا ترتفع به الخلوة, لكن المحرم لا بد أن يكون بالغا مكلفا. نعم, كل ذلك حماية للمرأة, ليس تقييدا لحريتها, وإنما إبقاء لمكانتها وشرفها, وعدم أيضا عدم عبث الناس بها وعبث الناس بها. فلذلك الإسلام يكرم المرأة, الإسلام يكرم المرأة, الإسلام لا يهين المرأة. المرأة كانت مهانة في الجاهلية, كانت مهانة, كانت سلعة تورث ولا ترث, تباع, وكانت لا قيمة لها, يعني وكانت تؤد, وكما في وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت, فكانت تؤد, كانت إذا مات الرجل تكون من متاع بيته, فتورث مثل المتاع. فجاء الإسلام بتكريم المرأة, ولذلك انظروا إلى عدة المرأة في الإسلام, وانظروا إلى عدة المرأة في الجاهلية, كانت تبقى السنة كامل الحول كاملا, لا يجوز لها أن تغتسل, ولا يجوز لها أن تخرج من مكان كان يوضع لها مكان فتبقى فيه حتى تصبح عياذا بالله
جيفة من من الجيف، حتى جاء أنها لو افتضت بشيء فإنه يموت.